إخوان السلام عليكم. المشكلة هي المشكلة، ولكن اللي ما عرفش والا نشوفو تنقراو. قال لك البريكزيت مازال، قال لي واحد المغربي تكلم لي على البريكزيت. البريكزيت اخويا مازال ما عرف، راه مشات اليوم عند الألمانية، دزت من عند الفرنساوي، وغتجي غدا البرلمان وغتقول لهم وشوف شنو يديرو. ولكن دابا الباح صوتو بالليل باش البرلمان هو كيديسيد، ما كاين حتى شي واحد، ماشي الحكومه، ماشي رئيسة الوزراء، البرلمان دوزوها الباع صوتوا عليها. دابا اليوم مشيت مع الصباح بكري، شدت داك الكار ديال العريبات، مشيت للالمان عند ديك عند ماركو، مع ماركو دز عند داك الفرنساوي هذاك اللي عنده مرته كبيره عليه. ايوا تجي وغدا تكون في مانيش. هذا بيكس لحد الان ما كاين حتى شي حاجه، لان هادو تا هما بدي يخدموا التقولين معايا بحال المغاربه، فهمتي؟ العالم كله كاع السياسيين ولاد القحال. هذه باش نسهلوا الامور، باش ما تقولش لي هما كلشي بحال، فهمتي؟ هذه دايره بالك، ما كاينش تكتب ليا ولا تقول لي ها ولا ما ها ولا ما، فهمتي؟ ما عليناش. ايوا دابا على نحيدوا علينا هاد المشاكل الاولانيه. قالوا لي بان نسينا واحد الكلوب، الكلوب التوب، كان التوب تو نسيناه، وكان تبقى اللي حدا المنصور في اوتيل، داك اوتيل تبقى كان واحد لابوال تحت ياك ثاني هذاك، فيه كان فيها التليفونات ملي في الطابله تتكلم على الواحد ملي هذاك تبع كان لابوات داك حلو وقيلا في 72 ولا فين مانيش. وكان ثاني قال لك كان الثاني قال لك بيلا فيستا ما فينا هو حدا الدولي، كان واحد كلوب تما ما عرفتش باقي ما بقيش. و سيمنز، هذاك سيمنز البحريه، هذاك ماشي كلوب، هذاك بحال جمعيه ديال البحاره. ايوا وزنا السينما السلام، ياك السينما السلام زنا على لائحة السينمات. ايوا فوالا. ودابا غنتكلمو اسيدي على هذاك، على داك الحادث اللي وقع البارح في قنيطرة. هذا قنيطرة فهمتي المغرب باش متعرفوش يصوبو، هادي من كلشي يمشي. هذاك قالك داك اللي تيخلق لك سيد في قنيطرة، واحد تيقولو ليه إدريس الرادي، هاد إدريس الرادي مع الرباح تيخونو الرملة، من المهدية. هاد إدريس الرادي هذا، مول الكميوات ومول الكيران وكشي، هو تيتسبب في الحديد ديال السير. نعم، هادي أخبار نقولها لكم، أنا ما عندي غرض، فهمتي؟ ما عندي غرض نقولها لكم وصافي، فهمتي؟ وقال لي ثاني واحد ثاني قال لك ولد دار السلطان، قال لك تقودات فيه دار السلطان، ما كاينش الأمن. إيوا الأمن الأهداف، ملي كنا صغار كانوا الناس الكبار هما اللي يعملوا الأمن، الدراري الكبار في الدرب عندنا كانوا الدراري الكبار هما اللي تيعملوا الأمن. ما كاينش يجي واحد براني بي يفرع عليه يجي ياكل العصايب يمشي بحالو. كل درب عنده الامن ديالو. ولكن دابا الضرب اذا ما بقاش هذا، ايوا الامن عاد تكلم عليك ست ايام، كوميسي ست ايام عليك بو علي، لا باقي ابو علي كان معايا اخوتي يقرا معايا في ليس محمد سانك، كان هو اللي هو بسمي ابو علي احمد حافظ ولا ما حافظش، عرفتي؟ معاك تجي من الى تغديتي وداخل لاكلاس والحال سخون، تقول لي ما عارفش، غير هو تقول ما عارفش ما حافظش، والقسم كله تيتبعو. ابو علي احمد كان يلعب شويه الكره، وكان رياضي، كان مع من كان يلعب مراك واقيلا ومر مع من، كان ساكن في الكوميسيريه مع خو ولا مر فين، معليش بقاش نتكلم على الناس، كان يقرا معايا مسكين. ابو علي هذا ما كاين لا امن لا والو، اش من الامن انت؟
البوس ما عندوش الطوموبيلات ما يخدموش البوس غير خصهم يديروا لهم الطوموبيلات الطوموبيلات ويديروا لهم الراديوات يديروا لهم كلش ممكن هو تيهزو بلان تيهزو فليك ديال المشاش الكلاب المش الثاني قال لك هذا قال لك اسمه انتخابات من انتخابات في اسرائيل انا سوقي اسرائيل هذاك هذاك شابع شو هذاك هذاك اللي خسر في الانتخابات غيتحاكم هذا بحال دابا باقي الوزير الاول تيستعمل لك الحق ديال مش متحاكم شو غير يحيد من الحكم يحاكموه لان شابع شو هذاك ديك اليهود هذوك اليهود بحالنا بحالهم فهمتي راه راه ولاد عمنا ما ننساش علاش حنايا ملي كانوا عندنا في المغرب كنا بحال خوت اليهود تعلموا لك التحراميات فهمتي عرفتي تخوض تخوض المغاربة دمعهم تخوض تما لا سمو قال لك بن يامين نتنياهو قال لك يهودي ديال نيويورك ولكن مع المغاربة تما تعرف المغاربة تعلموهم الرشوة تعلموهم التخوض راه راه خوتنا حنا علمناهم دوك اليهود ديال تما فهمتي قول لي على انتخابات ديال اسرائيل انا سوق في انتخابات ديال اسرائيل ما انا غير اللي هنا ولا خوتي اللي قال لي راه داك اسمه بو 20 تيحاكموا فيه قال لك تيستالف واش اخويا بو 20 تيستالف ما عندك علاش تستالف مصدعين ما يديروا لي والو غادي يخلوها شحال ضربوه ب 12 غادي يخلوها 12 وصافي ما كاين والو والو قال لك جات واحد الفرنساويه حقوقيه ما عندها تجارب في هادشي المحاكم ديال حقوق الانسان ما كاين لا حقوق الانسان هادي يا دوك اللي بغا اللي مشوا فيها هباء المنطوره مع الحسن الثاني 20 عام ديال الزمامره مازال زاد واحد الحبس قالوا خرجوه ما خرجوهمش ما خرجوهم حتى والو دوزو 20 عام ديالهم تما لكن شنو لازم لان هذوك اللي غادي يتكلموا عليك هما مالين المغرب هي زعما كاين داك التليفون قال لهم اطلقوهم داك اسمو داك فرنسا ماكرون ولا شنو ماكرون ولا ماكرون ما عرفتش تي هذا سميت تي تلفو لي انايا تي ثاني قال لك واحد قال علاش تكلم على الدار البيضاء اخويا ما نتكلم على الدار البيضاء الناس يكتبوا لي من الدار البيضاء كتب لي انت ونتكلم على نتكلم لك على المدينه ديالك بحال واحد السي قال لك فوزان فوزان عمي دابا حنا في الدار البيضاء تيريبونينا البيران ويديروا الجوامع فوزان تيريبو لهم السبيطارات المصطفى ديسبونسير هذوك تيريبوهم لهم ويديروا لهم نادي اسلامي هذا ولا نادي قراني ايوا شي فوزان حقهم عليهم دابا فوزان ما فيهاش السبيطار والو نهائيا كاع دوك المستوصف مستوصف واش تقول لا كاع اللي خلا اسبانيا واللي خلا اللي خلا فرنسيس صافي شتهم هادو العداله والتنميه هريبهم ترجعوهم ديال شي ديال القران وهذا ما والو الناس خصها فين داو ما تيديروا ماشي ديال القران قالك سير الله يعفو عليك وهذا لا لا الى مرتي راه الله يكتبوا عليك فهمتي ايوا هذا جاب فوزان تيريبوا لهم حنا في الدار البيضاء تيريبوا لنا السينمات وتيريبوا لنا البيران ويديروا لنا الجوامع هما لا تيريبوهم يديروا لك شي ديال القران داك شي ديال الديانه جمعية الإسلامية شي حاجة فوزان سقسيو عليها ايوا واش ايوا غنبقى نتكلم انا وين نتكلم بعد تكلمنا على داك الشاف داك العسكري اللي الدول تخلصو باش يطيب ودير لهم تما الراكيت اللي ما تدورش معاه هذا واش هو ايوا حنا راه تنكوفر واحد ما نعرفو والو انا باكل دي بحال دابا ديك المحمدية شدو خمسة الناس الدراري شدوهم لأن الناس يقلبوا فيه وكاين ديك المحمدية الله يخليها سلعة فيها تخلويض ذاك الأمن ديال الأمن مخلويض القضاة فيها مخلويضين البوليس مخلويضين لأن ذاك ميسدو المسامير ما عندهم يديرو ملي ولاو تيخطفو تياكلو عباد الله دابا خاشين خمسة الناس في الحبس على والو مازال ما شارجوهم ما والو باغيين تما والناس تغوت ويوا شتي ايوا تقول لي كتب لي وانا نجاوبك فهمتي حق المروكي جا معاه واحد المغربي اللي دارك معاه ملي قلت شكون هو هذا قال لي ولد خلت عمت بحال داكشي عرفتي جاي المغرب ولد خلت عمت شي حاجه جاوبو عنده هنايا ولكن تيبان لي واقيلا جاي حركه يحذفوا ويحرقوا من فرنسا الانجليز حتى تعلموا خلو التجارب بين المغرب واسبانيا دابا تيعملوها من
بحال درزي المرحله الاولى ودوز المرحله الثانيه وتيعملوا وقيلا وقيلا جا من هنا هنا قريب قريب دوفر هنا وقيلا راه جا من تما دخل شي فلوكا انا عند المعي انا ما بديش بحال بحال الجمل ناري ناري وانا نقول لاخو لاخو نحبس عليه الكريدي قلت لي لا لا لان ما يقدرش يخلص لي الفاكتوره لان ذاك الضيف ديالو دابا تصور مروكي مع مغربي تلاقاو لي ها ايوا شربوا لي البار كله فهمتي مع الاخو يقول لي ريح ريح ولد البلاد وهذا والعائله ومع عائله لا والو شي شي واحد وشي واحد لصقهم فهمتي عرفت واحد المغاربه ولد خالتي ولد عمتي ولد جدي وهذا واحد المغربي قال لي تسقسي عليه قال لي واش واش مروكي مزوج قال لي ما كاينش مزوج خصو يتزوج فهمتي ايوا جوجو غادي نسقسيه اجي يا المروكي واحد الاخ كتب لي قال لي واش نتايا مزوج ها لا قال لك ما مزوجش وقال لك واش باغي تزوج قال لك ما كراش قال لك ما كراش وكي دابا انا خفت يمشي يجيب هو قال لك باغي يتزوج من المغرب هو وكيش يتزوج من المغرب فهمتي هي ما تعرفش تكلم الانجليزيه ملي تمشي للقنصليه ولا السفاره في الرباط غادي تكلموا معاه بالانجليزيه واش تقول لهم يا مصيبه دابا بغي يجي يمشي يتزوج يجيبها يقول لي جابها غادي يخرج لي على البيع 10 ريال بديت بدا تحل لي وداك السحور يجي لي انا ثاني البار ندير لي شي حاجه هنا لا ايوا لا شي ما نهار يتزوج نسد عليه البار ما بقاش يجي عندي منعو لانه يجيب لي مروكي يعطيه هادشي بدا تحل تقول لي علاش تمشي للبار وتضيع لي هذا الكليان لا ماشي ما خصنيش انا كاع المشاكل ديال هذوك ما فهمتي نقول لك فهمتي واحد المغربي قال لي انت كذب هذا عارف انا قلت لكم انايا كتبات لي مارغريت تاتشر وهذا يسحب لي انا تاني الله يمشي ندخل للبراكه ونقلب عليها هاي البراك كتبات لي هاي شتي هاي 3 ماي 89 هاي شوف وزاره الخارجيه شتي اقرا شوف من نسيني ها انت هالخطاب القاده في مراكش 27 مارس 1989 مراكش درويل بالاس ماغي تاتشر هالخطاب ديالها شتي ها هو الخطاب نتايا اقرا هذاك المروكي اقرا تقرا شتي ها هو الخطاب ها هي 4 باج كتب سيت هي كاع الخطاب اللي خدمت على الملكه وعلي ايوا قايس تاع لي كرهك اللي انت ما هذا لا 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 قلت لها يا هذا غادي نبقى في ارشيف هذا من هنا قدام نقدر نبيعو هذا الخطاب ديال ماغي تاتشر في مراكش شتي ديك المرة قلت لكم التصويرة مع ماغي تاتشر هو تيخاف شوف ما تنبغيش اسمو البالونسي لي نو لا خلينا نطبخ انا اللي نتكلم معاك نقول لك الصراحة فهمتي دابا عرفتي اليوم انا نجي نلقى واحد العربي اللي واقف لي هنايا وقيلا مغربي تيعمل كار ديال ولد القحبه قدام البار الناس الكليان تيجيو عندي تقول لهم راه درهم ماجي درهم ولا الكارديانات هاد الكارديان ولد القحبه عرفتي اقبح واحد في العالم هما لي كارديان وتبعهم اسمهم كل كارديان دو فوتير تبعهم مال الطاكسيات هادو هاد القحبة هادو راسها خامجة والله إلا راسها خامجة أو القحبة كارديانات أنا سمعتها من عند واحد العسكري قالك طبيب عسكري شي واحد يعيش في سنغافور ما في يعيش هو اللي قالك حكا واحد الكارديان تيشد كتر من الطبيب العسكري هاد الكارديانين القحبة تيشكمو تيبيعو المخدرات فهمتي وتبيعوا الشراب فهمتي لا ماشي الشراب قال لك انا نتكلم تبيعوا المخدرات هذوك الكارديان وتيخونوا الموتورات انا خويا هذوك مشى تما عندي بحط الموتور ديالو حد كاين السيركلاس كان تيصابوا في عندي باقي يصابوا في هادي عندي ما تيبغيش يدي مع الطوموبيل بدا مع الموتور مشى بالموتور الموتور باقي جديد انت مشى تما حطوا على قال لي رد لي البال هذا مشى عمل لك الفوتين نرجع الموتور ما كانش قال لي شنو قال ما
وهاد القحاب شنو تيجي تقول تعيط لصاحبي يقول لك كاين واحد الموطور تيجيو داك التريبورتر وتيجي تيخون الكارديان وهاد القحاب هاك الكارديان يقول لك اه قول هاك اه شوف هيا بتكتب لي اكتب لي حط قول انا نقول لك من هنا انا قلت لك الكارديان ولا القحاب انا نقول لك من هنا اي واحد يخدم معايا تقول له القحاب فهمتي المغربي اه شوف خويا جدي من المغرب قول لي احنا بلا المغرب خصك فهمتي اش هلك في هذوك الحراس ديال السيارات ها قال لك الشكامه اه مغربه حتى عارف مين الله جا انت هذاك المغربي هذاك واش نسقسي المروكي ديال المروكي اللي غايب على هذاك والو هادشي اللي كنا خوتي المغاربه ايوا شي ما كاينش حاجه نتكلموا عليها ما كاين والو مقاول ما نديرو خفيف ودري في الليله لان قال لك الامن فيا قال لك هذا وزان تكلمنا على وزان تكلمنا على قال لك قال لي واحد خصك ت انا ندير واحد هنا تقول لك مكتوبه باش على باش قال لك باش تشرب بال ماشي تشرب بالقانون ماشي هذا كاتبين عندي لكم واحد اللافته هنايا نديرو فيها لان بعدا فهمتي رمضان قرب لك شي اما دوك اللي تيقولوا لي حقا واش واحد قال لي واش قطعتي الشراب واش شرب فينا واش شرب لين تنسنى واحد المره انت اخويا الله انت حلو انا اول مره كي مشجد ها انا ها هو ديالي هو المروكي ديال الشتيوم احمد جنو معنا اليوم فهمتي اش مين تقول لي قطعوا الشراب انا نقطعوا ديال مولاك الشراب لا قالك الشراب انا نقطعوا ها هو الا بغيت تقطع ايوا كيفاش نقطعوا ها ايوا ما يمكنش الا بغينا نقطعوا خصنا نكون عايشين في سيبيريا في سيبيريا ملي تخويه تتفروزا تولي قاصح ديك الساعه نقطعوا كي دابا حنا نمشي في سيبيريا ولا في الاسكا هذا هو الحل الوحيد باش نقطعوا الشراب نشدو كاس ونلوحوه بحاكا على برا الثلج غادي يخرج تولي كونجيلي ديك الساعه نقطعوا كي دابا حد ما نقدروش نقطعوه هاتوي ها اخوتي المغاربه داكشي اللي تقولوا تنفذوها ماشي بحال الحكومه المغربيه ملي يديروا تقلوها احنا لا اللي قلتوها تنفذوها ها هو المنشار ها المنشار ديال المروكي باش نقطعوا الشراب ها شتيه والله عمي شي شراب يجي في جهتنا نقطعوه ها ايوا تقولوا لنا نتفلاو ما عليناش فلهذا اخوان المغاربه اليوم طولنا 19 دقيقه ديال هذا ياك شتو لي اليوم لابس الحوش الكارد ديال مدي نخرج باش نقضي عليه مدي هو شتيه انت يا لابس الجاكيت باش من دير بولين شي دير شي كاميو ايوا مجد باش ندير مو داك الكارد نجري ندير مو من قدام البار او الناس يجيو يشربوا عندي يقول لهم خلصوا درهم او ايه بساله هاي وعاود ثاني واحد الحاجه ثاني درتها هي هادي انتم تقولوا ما درتهاش ها انتم خذها قلت لكم على الشيخات ها قلت لكم على الشيخات ها انتم انا جبت لهم هادو ديال البوكس شتيهم هما في شتيتهم اليوم ها هما ديال البوكس شتيهم هما عندي ها باش من يكونوا الشيخات وبغيت يضربوا ديال المغاربه هما شتيهم ها جبتهم هاك حلو ديال ها جبتهم ها هي خنشة عامل ديال اللي قلت ها شتيها ايوا ها انت شتيها شوف ها هي خنشة ها هي عامله باللي قلت هادي نهار نديرو الشيخات غادي نفرقهم على الكليان ماشي نبدا يضربو مزيان هيا تقول لي ام هلاش كلشي عندي هنا فهمتي والمراقي قالك بغا يدير فرقة الكرة ايوا غادي نديرو فرقة الكرة في الصيف ان شاء الله فلهذا غادي نجري عليه غنجري عليكم دابا نقول مراكي الله هز ولد خالدك وصيفط ودي معاك كملوا شربوا قولوا بجوجكم ها تصدوا عليك راه تجيب لي المغاربه هنايا فهمتي المغرب ما تفهمش النقص غندير لك شي المغرب واحد هو تعرف هذاك الشيء ديال المغرب بالشكليطات انا غندير هذا شتيها
عشتها هادي المغربي ندير حيت مملش بالناقوس ديالنا زين غندير سالي هو فوالا غادي دابا غادي نصفر نصفر على المغربي نقول يمشي قوي بحال هكا ما المغربي والمراكي سمعوا ليا بجوجكم كملوا كيسانكم وقودوا اه صداع اخواني المغاربه تبقوا على خير وهذا ونشوفوا داك داك بو عشرين اش غيديروا معاه ما يديروا معاه ولا غادي يخليوه بحال هكا كذا السلام عليكم الله يعاونكم